خلينا دلوقتي نروح لمقر جريدة الوطن ومراسلتنا هنا أبو القاسم موجودة هناك عشان تطلعنا على أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع، ولها لقاء مع الأستاذ محمد يحيى رئيس القسم الرياضي في جريدة الجمهورية. يا هنا صباح الخير عليكي، وخلينا نعرف منك اخر الاخبار وبرده كده اطلعينا لان في ماتشات كتيره جدا مهمه معاكي، ويمكن كمان انت مش بس رايحه للصحافه طبعا المحليه، انت بتتكلمي في الصحافه العالميه كمان، فاطلعينا عن المكتوب تحديدا فيما يختص كمان بالمنتخب، لان احنا عايزين نطمن طبعا وايه اللي بيتكتب وازاي حتى العالم بيشوف منتخب مصر حتى هذه اللحظه. اتفضلي. صباح الخير عليك يا نهاندو، على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، ومن داخل مقر جريدة الوطن هاخدكم في جولة بار زي ما قلت يا نهاندو المحلية والعالمية الصادرة اليوم. طبعا هيكون معايا ضيفي العزيز أستاذ محمد يحيى الكاتب الصحفي ورئيس القسم الرياضي بجريدة الوطن عشان بقى يناقشنا في هذه الأخبار. خلوني قبل ما أبدأ لقائي أبدأ بعناوين أخبارنا اليوم، والبداية من جريدة الوطن. المنتخب يستعد لمواجهة الجزائر وكيروش يجهز القوة الضاربة، ومن جريدة الشروق صلاح أريد البقاء في ليفربول، ومن العربية وقع صادمة في مصر احتسب ضربة جزاء فتعرض للضرب، وأخيرا من الشرق الأوسط يونايتد يستهل مسيرته مع مدرب رانجنيك بالفوز على فالس، وتوتنهام يعمق جراح نوريتش. وخلونا بقى دلوقتي نبدأ لقائنا، وهنبدأ بالخبر المتعلق بمنتخب مصر زي ما قلت أنا هواند. يعني طبعا هو حديث الساعة الآن، كل منتظر مباراة مصر والجزائر غدا في منافسات كأس العرب. طبعا منتخبنا قوي، منتخب الجزائر قوي، حضرتك شايف المباراة هتكون إزاي؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أكيد مباراة قوية ومباراة كبيرة. منتخب مصر قدم مباراة كبيرة قدام السودان وقدر يفوز بخمس أهداف، ونفس الموضوع منتخب الجزائر بيقدم مباراة كبيرة قدام لبنان وتأهل، والاثنين ضمنوا التأهل، ولكن فكرة حسم الصدارة مين هيتأهل للأول ومين هيتأهل تاني في المجموعة، ودي هتحدد كمان المنافس، سواء كنت هتطلع تاني فممكن تواجه منتخب المغرب، او ان انت هتطلع في مركز اول فتواجه منتخب اقل شويه في القوه، سواء منتخب السعوديه اللي بيلعب بفريق الشباب او منتخب الاردن، يعني هيبقى منتخب اقل في القوه من منتخب المغرب. طبعا اللي رايح ينافس على البطوله ما بيهتمش بفكره الاسم اللي هيلعبه مين، ولكن في النهايه التدرج في المستوى اللي انت بتلعبه بيفرق كتير، ان انت دلوقتي تواجه المغرب في المرحله دي ولا تواجهها في المرحله النهائيه، خصوصا ان من خلال البطوله اقوى ثلاث منتخبات في البطوله العربيه لحد دلوقتي حتى الان، يعني منتخب الجزائر ومنتخب المغرب ومنتخب مصر، هم دول اقوى ثلاث منتخبات يعني متنافسين او ظهروا بمستوى كويس جدا خلال الفتره اللي فاتت. يمكن المنتخبات الثانيه عشان معظم المنتخبات رايحه بالصف الثاني فيمكن المستوى اقل بشكل كبير، ولكن المنتخبات دي الصف الثاني عندها قوي. منتخب مصر رايح بحوالي 70% من القوام الاساسي لمنتخب مصر موجود في البطوله العربيه، فبالتالي في منافسه كبيره، في لعيبه عايزه تثبت نفسها. شفنا المباراه اللي فاتت مع منتخب مصر لعيبه جديده بتلعب لاول مره زي حسين فيصل، شايفينه مثلا بيقدم مستوى مميز جدا، لاعب نادي سموحه، شايفين اكتر من لاعب زيزو كان بيقدم مستوى كويس رغم ان هو مش بيشارك مع المنتخب بشكل اساسي، فشايفين اكتر من لاعب قدم مستوى كويس جدا مع منتخب مصر في المباراه اللي فاتت. شفنا طبعا احمد رفعت لاعب نادي فيوتشر قدم مباراه كويسه جدا، فاللعيبه اللي عندها دافع وحافز ان هي تلعب بشكل كويس هي كلمه السر في مباراه بكره ان شاء الله قدام منتخب الجزائر، لان اللعيبه دي عايزه تثبت نفسها قدام كيروش عشان احنا رايحين كاس الامم الافريقيه، فكاس الامم الافريقيه اللعيبه عندها احساس من جواها ان انا ممكن يبقى ليا فرصه ان انا اكون موجود، ممكن يبقى ليا هدف او ان انا اروح كاس الامم الافريقيه، وان مش شرط ان انا عشان مش محترف او ان انا مش بلعب في الاهلي او الزمالك ان انا ما يكونش ليا فرصه، لا. شايفين حسين فيصل لاعب سموحه بيتالق، احمد رفعت لاعب فيوتشر بيتالق، لعيبه كلها بره الاهلي والزمالك وبيتالقوا، فبالتالي كيروش فتح الباب قدام كل الناس، وده بيدي حافز لكل اللعيبه قبل مباراه الجزائر ان احنا ان شاء الله عندنا فرصه كبيره ان احنا نكسب وان احنا نتاهل كاول المجموعه، وكمان عندنا فرصة ان احنا ننافس على لقب البطولة عشان هم يوجهوا نفسهم اللعيبة رسالة لكارلوس كيروش ان احنا جاهزين وقادرين ان احنا نشيل اسم منتخب مصر ونلبس تيشيرت منتخب مصر، ودي حاجة مش سهلة، لان يعني فكرة ارتداء تيشيرت منتخب مصر في لعيبة بتخاف من مجرد الفكرة نفسها، فبالتالي ده بتأثر مستواهم في الملعب، ما بيبقاش بنفس الكفاءة اللي هو بيها في الوضع الطبيعي، فبالتالي مباراة الجزائر مهمة،
لعيبه منتخب مصر عليهم، ده تحدي كبير جدا ان هم يقدروا يثبتوا للجميع ان منتخب مصر الصف الاول زي الصف الثاني، واللعيبه كلها بشكل كويس، واللعيبه كلها تقدر تأدي بشكل مميز، وتقدر توصل بمنتخب مصر للمرحله النهائيه ان شاء الله في بطوله العرب. يعني طبعا بنتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق في مباراه غدا. خلونا بقى دلوقتي نروح لنجمنا محمد صلاح. يعني كانت تضاربت الاقاويل في الفتره الاخيره، هل هيغادر ليفربول في نهايه الموسم المقبل ولا هيستمر معاهم؟ لكن طبعا محمد صلاح كان صرح انه يريد البقاء لليفربول، لكن هو بيترك الامور للاداره. يعني هو التصريح مش واضح قوي، هو التصريح انا شايفه ان هو بيوجه رساله للاداره او لاداره نادي ليفربول بشكل غير مباشر، ان انا جاهز ومستعد ان انا استمر في ليفربول، ولكن قدموا العرض المادي المناسب ليا، لان محمد صلاح واحد من النجوم المهمه جدا دلوقتي في الكره العالميه، فبالتالي لازم يتقدم عرض مناسب لمحمد صلاح. محمد صلاح طالب اخر عرض كان 400 الف استرليني في الاسبوع، فبالتالي العرض ده مش موافق عليه اداره ليفربول، لان هو هيعمل مشكله في اوضه اللبس، لان اللعيبه الثانيه ممكن يبقى برضه شايفين ان المبلغ كبير قوي. صلاح لسه في عقده في سنه كمان مع ليفربول، مش السنه دي بس، السنه دي والسنه الجايه كمان لسه مع ليفربول العقد القديم، فبالتالي فكره تمديد العقد او تجديده هي مساله وقت، لان صلاح عنده عروض تانية كتير، عنده في كلام كتير على برشلونة ان تشافي هرنانديز عايز يجيب محمد صلاح عشان يكون هو النواة اللي بيبني عليها فريق برشلونة حتى مش السنة الجاية، هو مش عايز يستنى للسنة الجاية، وان كان صعب جدا ان هو ياخده من ليفربول في انتقالات يناير، ولكن هو اهم العناصر اللي اتكلمت عنها الصحافة الاسبانية ان تشافي هرنانديز بني خطته عليها هو محمد صلاح، واحد من اللعيبة المميزة اللي تقدر تفيد فريق ليفربول وفقا لوجهة نظر تشافي. ولكن كلام صلاح بيقول انا عايز استمر في ليفربول، ولكن منتظر التقدير المادي الكويس. لو التقدير المادي ده لم يتوفر اعتقد هيكون صعب ان صلاح يكون موجود في ليفربول السنه اللي جايه، وهيكون مصيره الانتقال سواء بقى لبرشلونه او لفريق تاني. في اكتر من فريق، تشيلسي كان عارض ان هو عايز محمد صلاح، بايرن ميونخ كان عارض ان هو عايز محمد صلاح، فبالتالي عنده اكتر من عرض، والباب هنا او هو صلاح سايب الكلمه النهائيه عند اداره ليفربول. نروح بقى لدوري الدرجة الثالثة، ويمكن شاهدنا امبارح واقعة غريبة جدا في مباراة لافيانا والواسطة، وهي ضرب الحكم بعد احتسابه لضربة جزاء. ايه تعليق حضرتك على هذه الواقعة؟ يعني الواقعة غريبة جدا، وشايف ان هي بتفتقد للاخلاقيات او لاي روح رياضيه، وكمان معلش انا مش شايف ان هي من الرجوله ان ينزل مدرب من الملعب يضرب حكم من ظهره، مش رجوله ان انا اضرب واحد من ظهره ابدا، او ان انا اوقعه على الارض وهو من ظهره، بعيدا بقى عن العقوبات اللي هتوقع عليه كتجاوز في حق الحكم او تجاوز قانون اللعبه او نزول الملعب بشكل عام، ولكن انا بتكلم على حاجات تانية متعلقه بالاخلاقيات الشخصيه كمان. انا ما ينفعش اضرب واحد من ظهره، انا ما ينفعش اعتدي على واحد من ظهره، دي انا شايف ان هي اكبر حاجه سبه في الموضوع. يمكن ان يكون حد عضو في الجهاز الفني، انت نفسك مش هتقبل دوت على نفسك او على المدير الفني بتاع فرقتك، او على حتى لعيب من فرقتك ان هو يحصل فيه كده، او هتعترض لو لعيب من فرقتك اتعرض للضرب بشكل مباشر حتى في الملعب، مش انت تنزل تعتدي على الحكم وهو مش واخد باله. فده دي واقعه مؤسفه جدا، لازم يكون في عقوبات لا تقل عن الشطب بشكل نهائي من قاموس كره القدم، عشان الناس دي او اللي بيعمل فعل دوت لازم ياخد جزائه وياخد عقابه مهما كان الفعل، حتى لو الحكم اخطا في المباراه 100 خطا لازم يكون في عقاب وردع بشكل كبير، عشان الحاجات دي لما بتتساب بتزيد وبيحصل اكتر من كده. صحيح. خلونا بقى اخيرا نروح للدوري الانجليزي. يعني مانشستر يونايتد قدر يفوز في بدايه مشواره مع مدربه الالماني الجديد رالف رانجنيك بنتيجه طبعا 1-0 على كريستال بالاس. عايزين كمان من جانب اخر نتكلم عن مباراه توتنهام اللي قدر ايضا يفوز على نورتش بنتيجه 3-0. يمكن مانشستر يونايتد مع رانجنيك بداوا يرجعوا نفسيا شويه، اللعيبه بدات مرتاحه، واضح ان اللعيبه كان عندها مشكله نفسيه مع سولشاير، شفناهم في المباراتين مع مايكل كاريك اللي ادار الفريق بشكل مؤقت كانوا بيادوا بمستوى كويس. اول مباراه امبارح لرانجنيك طبعا ما اقدرش اقيمه بشكل كبير، ولكن هو بيلعب قدام فريق قوي كريستال بالاس، واحد من الفرق المميزه جدا في الدوري الانجليزي اللي بتقدر تعطل الكبار فعلا، ولكن هو قدر ان هو يحقق الفوز بهدف فريد. شفنا مستوى مميز من كريستيانو رونالدو في المباراه،
العلاقة ما بين كريستيانو رونالدو ورانجنيك هتفرق كتير في الـ 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 في فريق مانشستر يونايتد السنة دي. أنا شايف إن رانجنيك محتاج ياخد بعض القرارات، محتاج يدي دور أكبر لكريستيانو رونالدو، يعني شرط الكابتن أنا شايف إن هي ما تكونش مع ماجواير، أعتقد لازم تروح لكريستيانو رونالدو عشان هو اللي بيقدر يشد الفريق أكتر، هو اللعيبة كلها السبوت عليه، هو اللي شايل الفريق بمعنى أصح يعني. فأعتقد إن في بعض القرارات ممكن نشوفها تتغير الفترة اللي جاية، ولكن مستوى مانشستر يونايتد مع رانجنيك مبشر، أول مباراة بيحقق الفوز، فده بيدي بادرة تفاؤل لجماهير مانشستر يونايتد إن الراجل جاي وعنده هدف وعنده رغبة في تحقيق الفوز مع الفريق، رغم إن مهمته مؤقتة مش بشكل دائم، هو لحد نهاية الموسم، وبعد كده هينتقل من منصب المدير الفني لمنصب مستشار فني للنادي. ولكن في النهاية خلينا نقول إن مانشستر يونايتد بدأ يخش على الطريق الصحيح. توتنهام برضو عنده نفس المشكلة، اهتزاز نتائج كان في الأول كان كبير جدا، ولكن تحقيق الفوز امبارح خطوة في طريق تصحيح الوضع بالنسبة لتوتنهام. أعتقد أن توتنهام مش هينافس كتير السنة دي، لأن المنافسة فوق أصبحت محسومة بشكل كبير ما بين تشيلسي وما بين ليفربول وما بين مانشستر سيتي، الثلاثة هما اللي بيتنافسوا، بيجي وراهم مفاجأة الدوري الإنجليزي السنة دي، ويست هام اللي قدر إن هو يعطل ليفربول، قدر إن هو يفوز على تشيلسي، ويست هام فريق من الفرق المميزة جدا مع ديفيد مويز، فبالتالي توتنهام هيكون بره، فرصه إن هو ينافس بقى تبقى بعيدة جدا، ينافس بقى على دوري المؤتمر الأوروبي أو على اليوروبا ليج لو قدر إن هو يوصل للمراكز دي، ولكن المنافسة حاليا هتبقى كبيرة جدا في كل المناطق في الدوري الإنجليزي، سواء الثلاثة اللي فوق اللي بينافسوا على اللقب أو اللي بعد كده اللي بينافسوا على منطقة الدوري الأوروبي، هنلاقي ويست هام، هنلاقي داخل معاهم مانشستر يونايتد نفسه داخل في المنطقة دي، هنلاقي بعد كده الفرق اللي أقل من كده، هتلاقي توتنهام بقى بيبدأ ينافس على دوري المؤتمر الأوروبي، أرسنال بدأ يرجع إن شاء الله اللي مع أرتيتا بشكل كويس، فطبعا المنافسة كبيرة، وإن شاء الله نشوف في النهاية، نتمنى فوز محمد صلاح للمرة الثانية بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول. بشكر حضرتك جدا استاذ محمد يحيى، طبعا الكاتب الصحفي ورئيس القسم الرياضي بجريده الوطن. يعني دي كانت جولتنا في الصحف الرياضيه اليوم، العوده ليكي مره اخرى يا نهاوند في الاستوديو. يعني قراءه رائعه من الصحف والمواقع المختلفه، شكرا ليكي جدا يا هنا، وشكرا كمان لضيفك العزيز، وهنشكر برضو منا اللي كانت متواجده معانا واخبار النادي الاهلي في فرع يعني الشيخ زايد.